بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. الجزئية اللي بتكلم فيها مختصة في التسليح وتغطيتها من الميزانية العامة. بوضح هو المجلس الماضي كيفية اعتمد الميزانية واستند على المادة 142 من الدستور، ولكن بتشوفها كغطاء قانوني هو دستوري، ولكن في أخطاء بالنسبة لي الأمور التي تختص في الميزانية وكذلك الحساب الختامي. أنا موضح الجزئيات وهي كالآتي. طبعاً ما هي الميزانية وكذلك الحساب الختامي، وين أوجه الخلل، الأمور اللي ترتبت عليها. الميزانية هي الأرقام المقدرة، يعني في كل وزارة تقول احتياجي من باب الرواتب والمصاريف الأخرى، والأبواب الثمان تقدرها كتقدير كميزانية. الحساب الختامي الأمر الذي تم صرفه أو الإيرادات الفعلية. وين الخلل اللي صار وتحمل غالبية المجلس الماضي بالنسبة لريور فايتر وكذلك المعدات والأسلحة البناء عليها تم إجراء له الغطاء القانوني بالنسبة لي هو مفرغ مو قانوني. هي الميزانية تنص الآتي: 3,200,000,000 خلوها على الميزانية العامة للدولة، يعني وتغطى لمدة 10 سنوات، وأنا بتكلم فني ومحاسبي وبيانات مالية، فأتمنى من الحضور الكريم أن يسجلها بدقة، لأن أنا مسؤول عن كل رقم وكل بيان أقوله. المبلغ إجمالياً 6,200,000,000 قسموه على النحو الآتي: 3,200,000,000 دينار خلوه لمدة 10 سنوات عن طريق الميزانية العامة للدولة. أما هني أنا بالنسبة لي وجه الخلل: 3 مليارات يتم سحبها من الاحتياطي العام، وهو الأصل كل المبلغ يتم رصده في الميزانية والأرقام المقدرة، ويليها له الحساب الختامي يبين شنو الأمور اللي تم صرفها، لكنهم قسموه على جزئيتين كما ذكرت. الأمر الأول 3,200,000,000 على الميزانية لمدة 10 سنوات، 3 مليارات من الاحتياطي العام، ومقسمة 2,600,000,000 دينار كويتي ليورو فايتر. لكن بوضح الجزئية الأساسية شلون مشوا المجلس الماضي، ويفترض هذا المجلس أن يعدل الأمر، وكذلك وزير الدفاع مسؤول عن الأمور اللي بقولها مسؤولية كاملة. هني دزة وتعزيز، وأنا علي أني أوضح للشعب الكويتي الكريم الفرق بين الميزان والحساب الختامي، وأيضاً الاعتمادات المالية وهي التعزيز. كما ذكرت الميزانية هي الأرقام المقدرة لمدة سنة، الحساب الختامي اللي هي الأمور التي صرفت فعلياً أو الإيراد الفعلي. التعزيز شنو معناته؟ إذا أنت قدرت ميزانية محددة وطلع عندك أمر طارئ للصرف تطلب تعزيز بموافقة مجلس الأمة، وهي تعتبر ميزانية. المجلس الماضي ما سوى بالنسبة لثلاث مليارات هذه الطريقة، خلاها على الاحتياطي العام. الاحتياطي العام عندنا احنا يفترض هو خزينة الدولة، نعم تسحب منه في الضرورة ولكن مو بالنسبة للتسليح. هني يبين لك طلبوا تعزيز المجلس الماضي بقيمة 150,000,000 مختصة في اليورو فايتر ومحددة. ليش أنا أقول ميزانية؟ الميزانية أرقام مقدرة وبيانات كاملة، وهذه هني وهم مشوا المجلس الماضي فقط ال 150,000,000 بإطار صحيح. أنا ما أتكلم دستوري، دستوري بكل الأحوال هو دستوري، ولكن نعم في أخطاء، في أخطاء، يعني خلينا نقول استغلوا المواد الدستورية، واستغلال يضر في الميزانية. هني المادة الرابعة وتضمن الباب الثالث من الميزانية المعتمدة، هذا بالنسبة للتعزيز بوزارة الدفاع المدرجة ببند 1 في الباب الخامس، مبلغ الاعتماد الإضافي له الاعتماد الإضافي تطلب تعزيز 150,000,000 دينار لسداد دفع مقدمة لشراء طائرات حربية من طراز اليورو فايتر. كان الأصل يمشون ل6,200,000,000 على النظام الميزانية والتعزيز، لكن وين الخلل وأين المعالجة؟ الخلل لما أنا أخلي 3 مليارات
تسحب من الاحتياطي العام لمدة 10 سنوات، هذا يختلف عن 3 مليارات و200 لتصرف عن طريق الميزانية. 3 مليارات من الاحتياطي العام ولا تقدم ميزانية، ولكن يفترض تقديم حساب ختامي. مر سنتين دون تقديم حساب ختامي للثلاث مليارات دينار كويتي التي تسحب من الاحتياطي العام، وهذه مخالفة صريحة. وعلى وزير المالية كونه يرأس الهيئة العامة للاستثمار التي تشرف على الاحتياطي العام، وأيضا وزير الدفاع وديوان المحاسبة والمراقبين الماليين، التنسيق فيما بينهم وتقديم حساب ختامي، والذي نص عليه هو كالآتي: يؤذن الحكومة في أن تأخذ من المال الاحتياطي العام مبلغ 3 مليارات دينار كويتي لوضع ميزانية استثنائية، ميزانية استثنائية لمدة 10 سنوات، يعني مو ميزانية كل سنة تقدمها، أرد أكرر 10 سنوات لبين أوجه الخلل، لفترة 10 سنوات تخص لتعزيز الدفاع في البلاد، وذلك لتقضية حاجة وزارة الدفاع من التسليح والمعدات العسكرية، على أن يتوافق مع ما يخصص سنوياً من الحالة المالية للدولة، وأن لا يصرف من هذه المبالغ لأي غرض آخر، لكن اللي بيحطها بين قوسين ويعد لها حساب ختامي مفصل سنوياً. ما قدم حساب ختامي، يعني هي مختصة في شراء المعدات والأسلحة، ويقدم في كل سنة حساب ختامي، يعني لما تصرف يبين لك شنو أوجه الصرف، يطلع عليها ديوان المحاسبة، يحط الأمور بالنسبة لي الملاحظات والمخالفات، بناء عليها يتم رفع الحساب الختامي. لكن هذه مخالفة واضحة. أبي أوضح الجزئية الأساسية أيضا: المبلغ الذي سحب أو المقدر هو 6 مليار و200، 3 مليارات و200 مليون على الميزانية العامة، وثلاث مليارات تسحب من الاحتياطي العام. لكن كم يشكل هذا المبلغ من جميع الاعتمادات من بعد الغزو إلى اليوم؟ هذه يشكل تقريباً أكثر من النص. هذا يبين التسلسل التاريخي لدولة الكويت، التسلسل التاريخي لقوانين تخصيص مبالغ لتعزيز الدفاع عن البلاد، صدر في الكويت منذ استقلالها وحتى تاريخ ثمان مشاريع بقوانين بشأن تعزيز ميزانية التسلح من الاحتياطي العام، وبلغت قيمتها الإجمالية وفقا لهذه القوانين حوالي 6 مليارات و800 دينار كويتي، يعني ما يقارب 7 مليارات، إلا أن 3 مليارات ونص أو 3 مليارات و200، هذه غير اللي قلتها 6 مليارات و800 على الميزانية، وثلاث مليارات على الاحتياطي العام. يعني أنا تحديداً بتاريخ الكويت بأكمله سحبوا من الاحتياطي العام بنفس الطريقة مبلغ وقدره 6 مليارات و800 إجمالي، لكن التسليح وشراء المعدات بالمجلس الماضي أقر 6 مليارات و200، يعني ما يوازي تقريباً أكثر من 90%. يعني لما أتكلم من بعد الغزو، أكثر صفقة صارت ل3 مليارات و500 لقانون رقم 46 لسنة 1992. يعني ما يخالف طالعين من الغزو، عندنا أمور يجب تطويرها، لكن بهالفترة هذه تكون المبلغ إجمالياً 6 مليارات و200، وش اللي سووه؟ جزء على الميزانية العامة اللي يطلع عليها مجلس الأمة ويصدق على الميزانية، وكذلك الحساب الختامي، والجزء الآخر 3 مليارات. يمكن أنا كررت أكثر مرة على أساس أوضح وين الخلل، وأوضح غالبية المجلس شلون أقر الميزانية اللي هو المجلس الماضي، وأوضح أنه مع استثنائي لاحتفاظ الرأي الأقلية اللي عارضوا هذا الأمر، أن مشيوها سلق ولا دققوا على الأمور التفصيلية. والثلاث مليارات اللي تكلمت عنها قبل شوي تسحب من الاحتياطي العام. البعض يقول وين أوجه الخلل؟ الحين أنت عندك إجمالي 6 مليارات و200 مليون دينار كويتي، قسمت كما ذكرت نصفين، 3 مليارات و200 اللي هي حساب الختامي الميزانية العامة. أتكلم على سحب الاحتياطي العام، شلون وافق المجلس اللي طاف 3 مليارات تسحب من الاحتياطي العام، ما في ميزانية مقدرة، إنما تأتي يفترض حساب ختامي ولم يقدم حساب ختامي
في المجلس الإطاف لمدة سنتين ماليتين لم تقدم أي حساب ختامي، وكان الأصل ديوان المحاسبة والمراقبين الماليين بالتنسيق مع وزير المالية وأيضاً وزير الدفاع أن يقدم حساب ختامي. لذلك من هذا المنبر وطالب وزير الدفاع أن يقدم حساب ختامي للفترات السابقة والفترات القادمة ويبين أوجه الصرف كاملة. وأنا مستند على قانون الدولة الذي أقر، هذا هو، وضح وبالنص لتغطية حاجة وزارة الدفاع من التسليح والمعدات العسكرية على أن يتوافق مع ما يخصصه سنوياً مع الحالة المالية للدولة، وأن لا يصرف من هذه المبالغ لأي غرض آخر، ويعد لها حساب ختامي مفصل. وهذا القانون لكلنا أقسمنا باحترام الدستور وقوانين الدولة. الأصل أن يتم إعداد حساب ختامي وتقديمه. وأيضاً كان الأصل في المجلس الماضي يأخذ 6 مليار و200 يخليها كلها على الميزانية العامة وتم تقدير سنوي، وبناء عليه يتم الصرف وتقديم الحساب الختامي. ما يعطي الحكومة صك ويقول هاكم 10 سنوات. أنا ما أتكلم على الجزء 3 مليارات و200، 3 مليارات تسحب من الاحتياطي العام، صح مخصصة لأغراض التسليح والمعدات، لكن لا تقدم لها ميزانية لأن أعطوهم صك لمدة 10 سنوات ويقدم يفترض حساب ختامي. أنا بفتح مجال الأسئلة، أي سؤال عسى أوضح الأمر، إذا في شيء مو واضح رجاء لا أحد يتردد، حتى لو في سؤال في بطن سؤال أنا حاضر بالنسبة لي هذا الغرض. تفضل. ما هي الإجراءات القادمة؟ يفترض من وزارات الدولة وخاصة رئيس الوزراء، كون الاستناد على المادة 127 يشرف على الوزراء ووزير الدفاع ووزير المالية، تقديم حساب ختامي بما يخص له 3 مليارات اللي تسحب من الاحتياطي العام، لأن 3 مليارات و200 الأخرى يقدم عليها حساب ختامي ويقدم أيضا ميزانية. أبي أركز على جزئية يمكن أنا ركز عليها على أساس هم الأمر يصير واضح. الميزانية يعني أبسطها، إذا واحد عنده احتياجات السنة يقول احتياجاتي فرضا من باب الرواتب هالكثر، من باب المعدات هالكثر، من باب المشاريع هالكثر، وتحدد ميزانية الدفاع 1.3 مليار دينار، ويحددون أوجه الصرف له أمور مستقبلية بناء عليها يتم الصرف لو يقدمون لك الحساب الختامي. أما لما يسحبون من الاحتياطي العام بالطريقة تتكلم عن 3 مليارات الأخرى، كأن المجلس الماضي عطى للحكومة صك قال أنتوا بس تلتزمون في غرض التسليح والمعدات، ولكن ما تقدمون لنا ميزانية تقولون لنا بالنسبة للثلاث مليارات شنو المشاريع وما هي المعدات ما هي التقديرات السنوية. إنما عطوهم 10 سنين وغيبوا المجالس القادمة. يعني لما أنت تقر شيء غيبت المجالس القادم بما يخص 3 مليارات تسحب من الاحتياطي العام. فبالتالي شنو اللي حصل؟ إنه بس يقدم لك حساب ختامي وأيضا الحكومة ما التزمت. فإذا أنا دلنا داش بالأرقام، إذا في شيء مو واضح لا حد يتردد إطلاقا. يعني وزير المالية صرح أن بالنسبة إذا الميزانية تضخمت يتم سحب من الاحتياطي، آسف، من بند العهد، وهذا غير دقيق. لا لا بالعكس، أنا أقول لك وأكد أن الميزانية اللي قالوا 20 مليار بلجة الميزانيات بإجماع الحضور بحضور وزير المالية وأيضا جهات الاختصاص أن هذا الرقم غير صحيح. في دليل قدموا رقم ثاني له 21.5 مليار اللي قاعد يصير بالفترات السابقة بالميزانية، يقول تقدير الميزانية 20 مليار، بالتالي يصرفون أكثر من 20 مليار. وين يصرفونه؟ على طريق حساب العهد، وهو حساب وسيط، وتضخم حساب العهد من سنة المالية 93 و94 كان قيمته 196 مليون دينار، ارتفع في كل سنة حتى وصل الحين 6 مليارات دينار كويتي. في تجاوزات، في عدم مبالاة، في أمور
نستطيع معالجتها في أمور يجب يتم معالجتها، سواء في الأمور القانونية والمحاسبية وأخذ الإجراء القانوني. في حصلت في مكاتب صحية مكتب لندن صار فيها اختلاس، سكوتلاند قدموا تقرير كامل تم تحويله للنيابة، فمن يستحق يتم تحويل النيابة تحويل النيابة. وأيضا احنا راح نراقب على الحكومة، لكن الجزئية الأساسية اللي بوضحها، يعطونك رقم تقديري غير صحيح 20 مليار ميزانة الدولة، ولكن الرقم الفعلي فرضا 21.5 مليار، وبدليل صحة كلامنا قدم الميزانية الجديدة ب 21.5 مليار، لأن أي شيء يزيد عن التقدير راح يصرف على حساب العهد، وهو حساب بسيط يفترض يتم تسويته محاسبيا سنويا. اللي قاعد يحصل يتراكم هذا الحساب سنويا نفس كرة الثلج، ولا يتم معالجته محاسبيا، مما يتضخم حتى وصل 6 مليار، وتتأثر له منه الحساب الختامي، هو اللي إذا تأثر ويبين انعكاسه سلبي. فبالتالي من أهم الأمور اللي قدمت الميزانية 21.5 مليار، إن نعم إن لم يعكس الرقم الحقيقي ب20 مليار، وأي رقم زايد عن 20 مليار تصرف على حساب العهد. وهذا أنا أؤكد هذا الخبر، أن نعم كان فيه خلل في أوجه الميزانية وعدم التقيد فيها، وهذا من الجزء الأساسي، وفي أمور أخرى. لكن إذا في أي شيء يخص هذا الموضوع لا حد يتردد، سواء إذا لا أنا خلني أنت تقول في الأمور غير صحيحة بخصوص المعدات والأسلحة تقصد؟ لا لا احنا الرقم قدمناه صحيح 21.5 مليار، بدليل ان الدوله قدمت هذا الرقم 21.5 مليار، هاي يبين صحه كلامنا اللي قلناه في السابق، ان الرقم ال 20 مليار اللي قدمت الحكومه مو صحيح، يفترض انه يكون رقم يعكس الارقام الحقيقيه والمصاريف الفعليه، فقدمه 21.5 مليار، لان اي شيء زايد عن الرقم اللي قدمه اللي هو 20 مليار راح يتم صرفه على حساب العهد، فقدموا الرقم الحقيقي. اما بخصوص هذا الموضوع على اساس ان ابسط الموضوع واختصره يعني باقل من دقيقتين على اساس الصوره تصير جدا واضحه، قال تخفيض المبلغ الذي سيؤخذ من الاحتياطي العام من 6.2 مليار بالنسبه للتسليح بما فيها اليورو فايتر الى 3 مليارات، يعني خفضوها الى 3 مليارات، نظرا لان احتياج الفعلي الحالي لا يتطلب المبلغ الاجمالي كله، على أن يتم تخصيص 3 مليارات في الميزانية المستقبلية للسنوات العشر القادمة. وين الخلل في الموضوع؟ هو كغطاء دستوري قطوة دستوري، لكن لما أقول لك في خلل لا يتوافق مع الميزانية، يعني تقول في شبهة دستورية، أقول لك ما في شبهة دستورية، لكن ماليا نعم له عواقب، له عواقب في المستقبل، وهذا اللي بوضح لك. هم إيش قالوا؟ 6.2 مليارات للأسلحة، قالوا المبلغ هذا نقسمه على جزئين، جزء على الميزانية وجزء على الاحتياطي العام، علما ليش ما خلوه كله على الميزانية على أساس يقدمون لك ميزانية متكاملة أو جهة صرف. يعني أنا أعطيتك التعزيز هذا 150 مليون، في حالة صارت طلبوا وزارة الدفاع أن قالوا الميزانية اللي عندنا هي 1.2 مليار وزادوا 150 مليون دينار وصارت 1.3 مليار، هذا المجلس الماضي طلبوا تعزيز فيها كل التفاصيل، الميزانية أوجه الصرف، هذه الجداول يقول لك احنا عندنا احتياج هذه المعدات، بناء عليها تمت الموافقة. هذا بالنسبة حق التعزيز ل 150 مليون دينار، ليش ما تعاملوا مع المبلغ إجمالي 6.2 مليار بنفس الطريقة؟ ليش قسمتها؟ هذا اللي قلت لك انا بختصرها في دقيقتين، ليش قسمتها 3.2 مليار على الميزانية و3 مليارات ما حد يطلع عليها، ما حد يطلع عليها إلا بالحساب الختامي؟ يفترض أنا تكون عندي رقابتين مسبقة اللي هي الميزانية ولاحق الحساب الختامي، وما شو اللي سووه؟ خلوا 3.2 مليار إنه ممكن أطلع عليها، لكن 3 مليارات ما أطلع عليها إلا بالحساب الختامي، مدام هو صارف ومن رصيد الدولة. كان الأصل المجلس يكون رقابي، كان الأصل يصير هذا الشيء، لذلك إحنا قاعد نتحمل عواقب مجال السابقة، سواء في حساب العهد، في قضية التسليح. فالجزئية اللي بوضحها إلى وزير الدفاع ووزير المالية،
سنتين ما تم تقديم الحساب الختامي بما يخص الثلاث مليارات تسحب من احتياطي العام، وهذا وفق القانون الذي يستند عليه الدستور أن يتم تقديم أوجه الصرف والمبلغ المتبقي من ثلاث مليارات، ويطلع عليها الديوان المحاسبة، يحط ملاحظاته، وأيضا المراقبين الماليين. فأتمنى كل شيء واضح، إذا في أي سؤال لحد يتردد في هذا الموضوع أو غيره. بارك الله فيكم.